السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 5، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5۔ سبق نمبر بھی 5 ہے، رکوع نمبر بھی 5 ہے۔ چلیں اب اپنی سبق نمبر 5 کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔